طيب الحقيقة انه يعني يعني عمالة كده اشوف ونتكلم على مسألة كرة اليد والناس كلها سعيدة ومبسوطة وبيكلموا على منتخبنا الوطني لكرة اليد، ويمكن كان في ثقة كبيرة جدا جدا من امبارح انه منتخبنا الوطني هيحصد هذه البطولة، ومش هنفوت ابدا فرصة انه تكون البطولة على ارضنا وما نكسبش البطولة دي لا قدر الله. والحقيقة انه منتخب كان قد هذه الثقة وفرحنا واسعدنا بهذه البطولة. وكمان دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المنتخب الوطني بحصوله على النجمة الثامنة في افريقيا، وأشاد بأداء المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وأيضا وجه التحية لكل أبطالنا في كرة اليد ومنتخب اليد بمناسبة فوزه ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد. وكان نص التهنئة أنه هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، وقال سيادته: أود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات، حتى أصبح واحد من أكبر منتخبات العالم في هذه اللعبة. حقيقة يعني هنفضل طول الوقت يعني مبسوطين بمسألة يعني فوز المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة أفريقيا، ويمكن دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية للرياضة بيفرق كتير جدا 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 مع الرياضيين المصريين ومع أسرهم ومع المصريين عموما. حتى الطفل الصغير اللي بيسمع اهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية بالرياضة بيبقى عنده نوع كبير جدا من الحماس انه يبقى نجم وانه يعمل حاجه لبلده وانه يتمرن اكتر ويشتغل على نفسه اكتر. احنا محتاجين نهتم بالرياضه والرياضيين لانه عندنا مواهب كتير جدا جدا في بلدنا، دايما يعني الاهتمام ده بيفرق معاهم. هنروح مع حضراتكم فاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام. I'm